من استديوهاتنا في المملكة العربية السعودية، تلفزيون الآن يقدم الكوميدي شو، تقديم محمد السلطان، تمثيل طلال الشيخي، عبد الرحمن الشيخي، محمد بن رافعة، واسماعيل الحسن. والآن مع مقدم البرنامج محمد السلطان. أهلاً وسهلاً فيكم في برنامج الكوميدي شو. موضوع حلقتنا اليوم عن التقنية، وخصوصاً في الهواتف الذكية. طبعاً إحنا ما ننكر إنه الجوالات اليوم وصلت لمرحلة سهلت لنا حاجات جداً كثير. صاحبك النسونجي هو أسعد الأشخاص بهذا التطور، يكلم مها ويرسل لحنان سناب، يطمن على اختبار رغد في الواتساب، ونورة بي بي، وحصة ماسنجر، أموره طيبة. بس من جد يعني أنت اليوم تمسك جوالك وتكلم أي أحد من أي مكان. لكن زمان كان عشان ترسل رسالة لأي أحد في بلد ثاني غير بلدك لازم يكون عندك ورقة وريشة وحصان صحته تمام ورجل متفرغ لمدة شهرين قدام. هذا كله يا أخوان عشان رسالة. حتى الجوالات ما كانت كذا زمان. أول هاتف جوال ظهر هو اللي قدمته شركة موتوريلا سنة 1973، وكان وزنه كيلو جرام كامل، يعني هذا تتكلم فيه 4 مكالمات في اليوم يطلع لك باي وتراي على طول. والله إذا كنت نسونجي وكلامك كثير سكس باك. الجوال اليوم كل ماله يصير أذكى، أحياناً يعني أذكى من صاحبه، لكن الجوال الحين يتصل ويرسل ويوصلك ويحسب لك ويلعبك، وكمان يذكرك تاكل كويس وتنام بدري وتغسل أسنانك، يعني باقي يطبخ الغداء ويصير ربة منزل. وكل يوم يزيد دقة الكاميرا، يعني ما يدروا إنه عندنا إنه إذا زودوا ولا ما زودوا ما تفرق الدقة، لأنه إحنا نص تصويرنا يا أكل يا معتسلات. لكن زي ما الأجهزة الذكية ساعدتنا في توفير وقت وجهد وتوسيع المعارف، إلا إنه لها أضرار ما نقدر نتغاضى عنها. ومعانا الآن للحديث أكثر بهذا الخصوص المدمن الإلكتروني السابق ملحوس 213. أهلاً ملحوس. أقول لك بتغبش وجهي زي ما اتفقنا؟ لا مو الدرجة هذه يا ملحوس، بس يعني أباك تحكينا كيف بدأ معاك إدمان الجوال. تويتر، كان عندي حساب في تويتر، كنت أنزل فيه مقاطع مضحكة وصور مضحكة، لين جاء واحد قال لي يا أخي أنت تراك سامج، فتأثرت نفسيا وحولت يعني مواعظ وحكم محكمة. ومتى حسيت بالفعل ان انت اصبحت مدمن الكتروني؟ لما دخلت علي امي جات عندي وقالت لي جيب عيش، وانا طنشتها وما جبت عيش، وقعدت تفرج سنابات مريم حسين. يعني مو كذا يا ملحوس، اكيد الوالدة راضية عليك ان شاء الله. انا ماني زعلان عشان امي، زعلان عشان مريم حسين مارت علي في الخاص. يعني اكيد كانت مشغولة يعني ما قدرت تقرا كلامك. الا قريت وبلكتني كمان. يا اخي انا فايش مقصر معاها يا اخي؟ حبه بحبها، عشقه بعشقها، يا اخي لايكاته بعطيها، قول لي ايش انا مقصر معاها يا اخي. طيب ممكن دخل لسانك؟ جربت منشنها في تويتر؟ خلاص اوكي خلينا نغير موضوع. اباك تقول لي كيف اثر ادمان الجوال على حياتك؟ يعني انا كنت اسهر في الليل ما انام، اقعد على تويتر اجلد الليبراليين الله، واشارك في قياده المراه، لان الحمد لله نجحنا. نجحتوا مين؟ يعني انا مع المراه اوقف. وكمان يعني الحمد لله يعني الامور عدت، وكنت يعني كمان يعني اطقطق على الهلاليين يعني عشان ما اوصل العالميه. يعني انت شكلك نصراوي صميم. لا انا هلالي بس عشان اجيب متابعين. طيب في كلمة يعني تحب توجهها وتوعي فيها الشباب بخطورة إدمان الجوال؟ أيوة عندي كلمة تكفى، أقول عادي؟ تفضل. السلام عليكم، بسم الله ما في موسيقى حزينة؟ لا يعني إحنا إمكانياتنا مو قد كذا، بس أنت قول وأنا بدندنها. تمام يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان يا أخوان، الجوال سلاح ذو حدين يا أخوان يا أخوان، الطريق مسدود يا أخوان، الطريق مسدود، دود 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 يا أخوان، أنا حاب أوجه رسالة من هذا المنبر يا أخوان، يا مريم حسين فك الملوك يا مريم، مريم حسين فك الملوك. نحب نشكر الأخ ملحوس على مشاركته، يا رب مريم تفك البلوك، عندنا حلقة رهيبة اليوم، لا تروحوا بعيد، نرجع لكم بعد الفاصل، ما تكتش الحلقة.
يا مرحبا بكم في مركز الدراسات بتاعتنا. اليوم هنعمل دراسة عن تأثير العمر على استخدام الجوال. فعندنا أبو أحمد أهلا الله يسلمك، وزوجته المصون أم أحمد أهلا ما اتفقنا أنك تناديها البيت. حاضر. ومعانا البيت والأخ فراس ابن أحد الزملاء عندنا. أقول الفلوس بنستلمها كاش ولا تحويل؟ لا لا يا أخي فراس، الفلوس هتتحول على الحساب حقك، بس لا تنسى تعطيني رقم الأيبان حقك عشان تستلم حقك. زين تحويل ولا يسرقها أبو أحمد زي ما سرق شبابي وجمالي ودلالي؟ بس يا مرة لا 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 لا، إيه ده يا أبو أحمد؟ إيه ده يا أبو أحمد؟ دي البيت برضك، اختشي يا أخي. البيت يعني الحضن، يعني الوطن. البيت يعني البلوك. البيت أقول لك إيش رأيك تكمل لها قم أوريك البيت بالعقال. حاضر ساعات بسرح. طيب يلا. طيب يا أنت يا نبدأ بالأخ فراس. فراس في إيش تستخدم الجوال حقك؟ في الخرف أنا. شكله هو الخروف. شو حتى وجهه؟ لا أنا اللي خارف مو الخروف. يا ولدي مو كويس الحاجات هذه، وانت يعني عادك صغير ووسيم وشاب. لا وسيم هذا يعني قد كفشني دحين، يعني قاعد اخرفن احمد ومحمد واسير الشوق. ايه اسير الشوق؟ اسير الشوق نعم. الله ده اسمي قديم. ايوه لانه يعني هو انا تعرفت عليه يوم البلوتوث، بس يعني صح هو قديم لكن دفير. الله ده سلوجين برضك، قديم بس ايه دفير. بس دفير ايه. انا برضك ايام الشباب كان عندي اسمي كده، بس كان بالانجليزي في البلوتوث. كان اولد بتي جولد. اقول لك يا جولد بنت جولد. كمل احسن. حاضر سامحني ساعات بسرح. دورك يا ام احمد، حابين نسالك قصدي البيت. اسف والله انا سايبك على راحتك. لا اسف انا بعتذر منك. هاي لا تعيدها. يا البيت في ايش في ايش تستخدمي الجوال حقك؟ والله ابد، يعني انا استخدمه في الحاجات الخيريه، يعني ارسل ادعيه وارسل اذكار وارسل اشاعات، وتالي الليل يعني اجلس اتسامر انا والبنات. انت والبنات وانت اصغر واحده فيكم عمرها 80. والله يا اخ خساره الورود اللي ارسلها لك في الواتساب كل يوم. ورود كانت ترسل لي ورده وتحتها مكتوب ضمني وطفي نار اشواقي. عيب استعال وجه كاميرا. انا كبرنا على كلامتي. لا رومانسيه، ما تحب الرومانسيه؟ الله ذكرتني، اسير الشوق قد رسل لي ذي الصوره. ترى عيب تقعد تتلاعب في مشاعر الناس. يعني اني شايب كول؟ اي واقول لك ان الولد اللي زعمت انه مسوي لنا الرقيمي. صدق ذكرتني، يعني ارسل فويس نوت لاسير الشار. من شايب طايش هذا؟ هاي بيبي. اقول لك حبيبي نايس تو ميت يو تو. الايفون اكس ما جبت اللي هو، احبك ام احباي. هيا شوف الجيل التافه. انه جيل فاسد. وين؟ أنا أيام الـ SMS تذكري؟ إيه والله تذكري يوم ما كنت أرسل لك في الـ SMS؟ والله إني كنت أحبك أيام. الله يسعدك ويخليك. كنت أرسل لها في الـ SMS قلبي يدق ما غير يدق بسرعة، وترسل حرف قلبي يدق ترسل حرف. الله يسعدك. وكنت أرسل لك أحلى ما في الكون اثنين، القمر ولا اللي يقرأ الرسالة. على أيام زمان. تعرفين أنا أحبك وأموت فيك. بدأ نفسي تبكين. بدأتك حبيبتي يسعدني. الله يسعدك. خلينا نشوف. تذكرين أيام النغمات؟ يا أيام أول زمان مننها. يا رجال ما كان عندكم إلا لعبة الحنش. والله الحنش اللي يقطع ظهرك الحين. أنت وشنبك الوسخة. لا يا أبو أحمد. لا يا أبو أحمد ما يصحش كده. خلي الحنش حقك على جنب. طيب نروح للسؤال الثاني. سؤال جماعي. إيش هي الأشياء اللي نفسكم
نضيفها على الجوالات. انا عندي فكره والله يا اخي، ليش ما يخترعوا جوالي قلد صوت بنات؟ لانه انا والله تعبت وانا قلد صوت بنات. يا اخي والله جيل تافه هذا، ورع ورع مره. مسوي الولد اللي يقلد يعني اني صايع. قال لك انه حق اللي يروح، انه قال لك انه هي ها تعرفته هو مخفه. لا لا معلش، ماليش داعي لهقوم ده. طب دينا انت اقتراحات من الجيل حقه. اطم انه ابو احمد تكنولوجي يعرف كل الاقتراحات. قول لهم اقتراحاتك. من ايام الاتاري اعرف لها. الاتاري كمبيوتر. والله انا اشوف الاقتراح ان نغير الحمار اللي شايل الجوال. يعني حمار. والله انك حمار. هذا يقصد اني دحين ولا كيف؟ الحمار طلع نبيه. اوكي اوكي يا جماعه. مجهود رائع، وبنشكر حضوركم، وزي ما بقولوا عندكم في السعوديه يا رب قد الله علي من تكلف. الله يسلمك. وشاشي راسي. الله يشوش راسك. وزلزله. زلزله. وبروح البقاله اجيب صامولي. تعال معي. ها روحي وانا الحين الحك خلاص يا فديت شيء. خلنا نشوف هذه وش ارسلت معانا. رشا الحب. هاي بيبي. اقول لك نايس تو ميت يو تو. ما سا يعني ما الايفون اكس ما جاني. احبك من محباي. فديتكي. والله لا اجيب لك 10 ايفون. الله يسعد شي ويخليكي. اهلا فيكم مره ثانيه. فقرتنا الان هي البرزنتيشن، هذه الفقره الثابته في برنامجنا اللي نستضيف فيها كوميديا يقدم لنا عرض تقديمي لحل مشكله الفقره. موضوع فقرتنا اليوم هو كيف نقضي على ظاهره الانشغال بالجوال في الجامعات. ومعانا اليوم لتقديم العرض الكوميديا الفنان اسماعيل الحسن. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم عندنا سؤال كبير، كيف نقضي على ظاهرة الانشغال بالجوال عن الجلسة؟ سؤال كبير مكتوبة هنا في الطرح. أفكار بسيطة لكن فيها خير عظيم إن شاء الله. نوزع مجلات مفيدة أو مطويات توعوية. هذه مثال للمجلات، وهذا مثال للمطويات. هذه مثلا أضرار البطاطس أو ما يسمى بالشيبس، أداد وضحى الوطبان، وهيلة الغفيص، ومديرة المدرسة نورة صالح العوذان. طبعا قد يقول قائل، طيب يمكن ينشغلوا بالمجلات عن الجلسة. قد يقول قائل. أقول له أحسنت، لكن هناك أفكار ونشاطات أخرى تفاعلية فيها خير عظيم. مثلا المساجلة الشعرية كما تشاهدون، يقول الشعر والآخر إلين يطفش. قد يقول قائل أيضا، طيب ما الفائدة؟ أقول له أحسنت لكن أقول له أحسنت لكن الشعر يضيف لك مفردات تستخدمها في الأماكن العامة. ثانيا كتاب بنك المعلومات الإسلامية معروف طبعا، أو كتاب ألف سؤال وجواب في علم الأعشاب، في خير عظيم. طبعا الطريقة يطرح السؤال ثم إيه يقبل الإجابة، وجوائز تحفيزية من باب رفع الحرج. مثلا هناك جائزة بطاقة شحن، أم خمسون أو أم ماء، يعني كيفما اتسق حسب قطة ميزانية أو القط الحل. أو فلاش ممري كما تعلمون، هو فلاش ممري لا لكن يستخدم في الخير. هنا وقفة، يستخدم في الخير. طيب ثالثا مصارعة الأيدي أو المكاسرة كما يقولون في الشارع، أو شد الحبل. شد الحبل فكرة بسيطة وغير مكلفة. وهذا ما هذا الصيد ربما، أعتذر يعني زوجتي هي من أعدت هذا، أم عبد الله أوجه لها تحية. ثالثا تمرين القلة أو الرسغ، حقيقة لم أجد له صورة.
ولكن نطبقه الآن. تأخذ يدك هكذا وكأنك تصيب أحدهم بالوعيد وهكذا، ثم تضع هكذا وتدور يدك حسب عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، في كل خير ولكن هيهات. فهذا مكان لدينا، جربوا تمرين هذا القلة مع الصافرة يا أحبة. هكذا لا تريدون أن تجربوا؟ حسنا أتفهم ذلك. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم من جديد، حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، لكن قبل ما نروح راح نترككم مع فاصل كوميدي نستضيف فيه كوميديان يقدم لنا عرض ستاند اب كوميدي. ورحبوا معايا بالكوميديان اللي راح يكون معانا اليوم، الفنان محمد هلال. شكرا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ مفروض تردوا. الحمد لله. معكم محمد هلال يا جماعة. أنا واحد بحب السمك عشان بينسى كتير، وبكره البشر عشان بيفتكروا كل حاجة. بحب حاجات كتير منها الحيوانات. حد أنا بحب الحيوانات الأليفة؟ عندك حيوان أليف؟ أمال برافع إيدك ليه؟ يا أليف. الحيوانات الأليفة يا جماعة، أنا بحس الناس اللي بتجيب الحيوانات الأليفة يعني بتجيبها لسبب معين، يعني مش أي سبب. يعني ما يكذبش عليك يقول لك انا حاسس بالوحده، لا ما فيش الكلام ده. لما جيت بص مثلا في الطائر زي البغبغان، تحس انه اللي جايبه محتاج حد يهزقه في حياته، فاهم؟ لا يا حيوان يا حيوان، شفت انا ترى انا اللي علمته والله. فتحس الناس كده غريبه وتحب حاجات غريبه، وانا برضو بحب حاجات غريبه زي الفيل مثلا. حد انا بيحب الفيل؟ والله انا بس الفيل الوحيد. الفيل، لو تبص في الفيل يا جماعة، الفيل كائن عظيم أقسم بالله، يعني كائن كئيب جدا يا رجالة والله العظيم، وزعلان جدا يا ستات أقسم بالله. يعني تبص في وش الفيل تشوف خطوط الكآبة من فوق لغاية خرطومه، تمام؟ بجد تحس الفيل من كتر ما هو شايل هموم وفاكر كل حاجة عربي، تحس الفيل عربي، فاهم؟ تحسه مسلم الفيل، عنده علامة صلاة وقرعة. توصف وش تشوف الكآبة، ودايما حتى لو تلاحظوا في ناشونال جيوغرافيك بيمشي دايما مع الجماعه عشان ده تاكيد انه مسلم. باكد ده كان ماشي مع الجماعه مش ماشي مع حد، عشان لو مشي لوحده بيلعب بخرطومه، ودي حاجه خطر في كل المجتمعات الحيوانيه والانسانيه وكل حاجه. من الغريب ان الواحد طرع ظهره على المسرح. بس لو تفكر في الشغلانات اللي بتخليك تطرع ظهرك، زي ايه مثلا؟ ده سؤال ليكم انتم. المكاتب يا جماعه، يعني اي واحد بيشتغل في مكتب بحس كده انه يعني بيتمنى في نص المكتب انه بس يطرع ظهره. يعني حتى لو راتبك 10,000 ريال انت في النهايه بتكلم ورق، يعني اوكي. بس يا جماعه شكرا، ده كان وقتي معكم.